خلينا اكمل لحضراتكم اخبار النادي الاهلي النهارده. النهارده على هامش المران كان في محاضره من موسيماني مع اللاعبين، واتكلم، هي كانت محاضره بالفيديو، اتكلم فيها على نقاط القوه والضعف الفريق المحله من خلال عرض لقطات لفريق المحله المميز والمحترم جدا والصعب جدا طبعا على ملعبه. فاتكلم في بعض الامور الفنيه، واكيد قال للعيبه هو ايه الاستراتيجيه اللي عايز يلعب بيها هذه المباراه. دي لقطات من مران النهارده الصبح قبل السفر للمحله عشان الفريق يخوض مباراه الغد باذن الله تعالى. النهارده كمان ابرز ملامح المران انتظم الشناوي وايمن اشرف وبدر بنون في التدريبات الجماعيه. امبارح كان عندهم تدريبات استشفائيه، النهارده شاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل كامل وجاهزين تماما تماما لخوض اللقاء غدا باذن الله تعالى. كابيلو كمان قاد تدريبات بدنيه للاعبين في اطار البرنامج البدني الموضوع للفريق على حسب جدول المباريات. فطبعا مخطط الاحمال البدنيه بالجهاز الفني كابيلو عمل بعض التدريبات البدنيه المتنوعه في المران الصباحي الخاص بالاستعداد لمباراه الغد. في المقابل كان في تدريبات قويه لحراسه المرمى او لحراس المرمى الموجودين، سواء طبعا الحارس الكبير محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، وحمزه علاء، وكان مران قوي شويه ومران حراس المرمى النهارده. دي اهم وابرز ملامح المران النهارده. بكره مباراه الاهلي هتكون مباراه غايه في الاهميه ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الاهلي.